عندما تكثر تحذيرات الأطباء من زيادة السكر في طعامنا، فما السكر الذي يتكلمون عنه؟ وما أضراره؟ وكيف يمكننا أن نتفاداها؟ هذه المعلومات سنقدمها لكم اليوم عبر معرفة وأكثر. يمكن أن نقول أن السكر كالكوليسترول له صنفان، الصنف الجيد للصحة والصنف السيء الضار للصحة. أما الأول والجيد فنجده في الأطعمة الطبيعية كالفاكهة، أي سكر الفواكه الفركتوز، والحليب لاكتوز. هذه الأطعمة الطبيعية يشترك فيها تواجد السكر مع البروتينات والشحوم الأساسية والفيتامينات والمعادن والألياف، وكلها من أساسيات الغذاء الصحي، ولا نحصل منها إلا على الفائدة إن نحن تناولناها باعتدال. وأما الثاني الضار فهو يدعى بالسكر المكرر السكروز، وهو ما يضاف إلى الحلويات ومشروب الصودا ومشروبات الفواكه المصنعة والبوظة والمنكهات بما فيها الكاتشب والأطعمة الجاهزة بما فيها الخبز واللحوم المعلبة، وغالبا ما يصنع من قصب السكر، وهو أي السكر المكرر خال من أي عناصر غذائية مفيدة، ولا يأتينا منه إلا الضرر، وأضرار السكر تكاد لا تحصى. أولاً، ماذا يحدث في جسمك عندما تتناول السكر الأبيض؟ هو يرفع تركيز هرمون الأنسولين في الدم بسرعة، ما يعرض صاحبه للجوع والتوتر، ويحد من نشاطه، ويؤهبه للخمول والرغبة في النوم، ويخفض من اندفاعه نحو الرياضة، ويحدد شهيته للجنس. يضعف المناعة، ما يجعل المرء أكثر عرضة للرشح والمرض، ويضعف من قدرة البكتيريا النافعة في الأمعاء، بعكس السكر الجيد الذي توفره الفواكه والخضروات والأطعمة المختمرة كاللبن والعسل. يفاقم من ظاهرة الالتهاب التي تكمن وراء الكثير من الأمراض والشكاوى الشائعة مثل الصداع وحب الشباب والآلام العضلية والمفصلية والطفح الجلدي، إضافة للأمراض المزمنة المسؤولة عن معظم الوفيات، وأهمها أمراض القلب والأوعية والسكر والأمراض السرطانية. يخرب الأسنان لأنه يوفر غذاء سهلا للجراثيم، أي البكتيريا التي تقبع في فمك، ما يجعلها تتكاثر وتسبب نخر الأسنان والتهاب اللثة. يرهق كبدك، فالسكروز الذي يتكون منه السكر المكرر يحول في الجسم إلى الجلوكوز الذي يستهلكه الجسم ويصنعه بسهولة، والفركتوز الذي لا يمكن هضمه إلا في الكبد الذي يخزنه على شكل جليكوجين، فإذا تناولنا الكثير منه أدى ذلك مع مرور الزمن إلى تشمع الكبد. يرفع مقاومة الأنسولين، فارتفاع تركيز الأنسولين في الدم بشكل متكرر بهدف هضم السكر يؤدي مع مرور الزمن لارتفاع مقاومة الأنسولين في الجسم، وهذا من شأنه وقوع المرء في واحد أو أكثر من الأمراض الخطيرة، وأهمها السكر والبدانة ومرض القلب. يرفع الكوليسترول والشحوم وحمض البول في الدم. تتجه أنظار أخصائيي التغذية اليوم إلى السكر بدلا من الشحوم كأول وأهم سبب لارتفاع الكوليسترول السيء والشحوم الثلاثية في الدم. وكما هو معروف يشكل ارتفاع الكوليسترول واحدا من الأسباب الأساسية لأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية. كذلك تبين الدراسات الحديثة أن الإدمان على السكر يرفع من حمض البول الذي يعتبر واحدا من عوامل الخطر التي تدخل في التسبب بأمراض القلب. ليس هذا فقط، يزيد السكر المكرر من احتمالات الإصابة بالسرطان، وذلك عن طريق رفعه المتواصل لمستويات الأنسولين الذي يتحكم في عملية تكاثر الخلايا وتعزيزه ظاهرة الالتهاب في الجسم. وقد ثبتت علاقة تناول السكر المكرر بكثرة بنشوء السرطان في أكثر من دراسة. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، ونتمنى أن تتخذوا القرار بمقاطعة السكر المكرر لتحافظوا على صحتكم. أخبرونا عن تجاربكم وآرائكم في التعليقات.